ثم يترك الآية ثم الآية التي تليها، مميزات كثيرة. دعونا نجري سويا مع بعض هذا الاختبار أو هذه التجربة مع محمد. جميل، هذا المصحف بالطبعة الباكستانية، هذه الطبعة الباكستانية سنجري الآن سويا اختبار عليها. هنا سنطلب منه أن يقرأ من بداية الصفحة رقم 158. الآن فتحناها محمد، 158 رقم الصفحة، 158 بداية الصفحة. يوصل التبين ذو الصفحة ده أول سر أول لين وتشرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. آخر لين وتوا. وما هي آخر آية في الصفحة؟ أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. سنفتح الآن صفحة أخرى، سنفتح الآن صفحة أخرى. سأطلب منه أن يقرأ من سورة الحجر آية رقم 24. 24 سورة الحجر. سورة الحجر آيات نمبر سيدي تسليري ويش شوبيس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سورة الشمس بالعكس يقرأ ثلاثة آيات بالعكس، سيقرأ ثلاثة آيات سورة الشمس، سورة الشمس بطريقة عكسية. ولا يخاف عقباها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ما شاء الله تبارك الله. قرأ الآن ثلاث آيات من سورة الشمس بطريقة عكسية. سبحانك ربي علمت الإنسان ما لم يعلم، سبحانك خالقنا تعطي الإنسان ما تريد من خير الدنيا والآخرة، أعطيت هذا الإنسان علما قرآنيا في عقله، حفظه كما أنزلته يا الله، حفظه كما رتبته يا الله، حفظه كما علمته يا الله. سبحانك ربي ما أعظمك. شكرا لك، شكرا لك جزيلا، شكرا لمحمد، شكرا لوقتكم الثمين، وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا لكم لطيب متابعتكم على هذه المسابقة. بإذن الله نلقاكم في الفترة المسائية مع زميلي سعد الغامدي في الفترة النهائية للتصفيات النهائية، ثم نلقاكم بإذن الله يوم الأربعاء في الحفل الختامي. كنت معكم إسماعيل الشبلي، كل الشكر والتقدير من كافة زملائي في فريق العمل ومخرج العمل، كل الشكر والتقدير لكم أجمعين. نلقاكم إلى خير ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.